جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: فاتتني الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فصليت الركعة الثانية وقمت بصلاة الركعة التي فاتتني، فهل صلاتي صحيحة أم ماذا أعمل؟ نعم، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فإنه يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة. أما من أدرك أقل من ركعة بأن جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يدخل معه وينويها ظهرا، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بصلاة الظهر.